معلومات قيمة وهامة ومهمة عن نبات الفريبيون الأرضي التي لم تسمع بها من قبل. أهلا وسهلا بمتتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اضغطوا على أعجبني فضلا منكم وليس أمرا، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل. أفضل مكان لنبات الفريبيون الأرضي في الحديقة هو بقعة مشمسة ذات تربة فضفاضة ومصفوفة جيدا، ومعظم حالات الطفرة لا تميل نحو الغزو، الأنواع التي يشيع استخدامها في تنسيق الحدائق. والحدائق الزخرفية ليست غازية، لكن هناك بعض الاستثناءات. تعتبر الطفرة الورقية من الأنواع الغازية جدا في أمريكا الشمالية، جذورها قوية للغاية ومستمرة. يمثل الطفح الورقي مشكلة كبيرة لأنه يتنافس مع النباتات الأخرى أينما ينمو، مما يؤدي إلى انخفاض تنوع أنواع النباتات في المنطقة. الفريبيون الأرضي يعاني من مشكلة في الازدهار، فقد يكون ذلك بسبب نقص الضوء الشمس أو الماء أو العناصر الغذائية. يجب توفير الظروف البيئية المثلى لأنها ضرورية للإزهار. إذا كانت النباتات تزرع في الداخل، فيجب وضعها في مكان يحصل على الكثير من أشعة الشمس، لأنها تتطلب ما لا يقل عن 6 ساعات من التعرض للضوء الكامل كل يوم. ويجب تقليم الفريبيون الأرضي بعد التفتح، هذا يضمن أن نمو الزهور والأوراق الجديدة ثابت وموزع بشكل جيد. يمكن أيضا إجراء تقليم صغير في أوائل الربيع لإزالة أي أوراق دابلة أو جافة. وينمو فريبيون أرضي إلى نباتات صحية للغاية مع القليل من العناية، مما يجعلها خيارا ممتازا للبستانيين المبتدئين. هناك عدد محدود من المشاكل التي يواجهها الفريبيون الأرضي، لذلك إذا حدث أي خطأ فسيكون من السهل تضييق السبب. إذا كان فريبيون أرضي يبدو أنه يموت، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب تعفن الجذر الذي يتقدم إلى الأجزاء العلوية من النبات. يمكن حل هذه المشكلة فقط إذا كان التعفن في المراحل المبكرة. يوصى بإزالة أي أجزاء مصابة من النبات اعتمادا على شدة العدوى أو العدوى. قد يشمل ذلك إزالة جزء فقط من الجذر أو الجذر بالكامل، أو حتى بعض الأجزاء العلوية من النبات. يمكن ترك الأجزاء الغير متأثرة الوسط لتنمية الجذور والنمو إلى نباتات جديدة. وزهور هذه النبات ليس لها رائحة قوية، رائحة الزهرة مريرة للغاية، لأنه مثل الأجزاء الأخرى من النبات تحتوي الزهور على عصارة اللاتكس السامة. يمكن أن تسبب العصارة تهيجا إذا لامست الجلد أو العينين، وهي ضارة جدا إذا تم تناولها. ونبات الفريبيون الأرضي هو عشبة معمرة موطنها منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر غازية في أجزاء من الولايات المتحدة. كبير وشبيه بالشجيرة، ينمو بغزارة وقد ينتشر بسرعة. يطلق على هذا النبات عموما اسم سبورج، وهو جنس متنوع للغاية من النباتات التي لها أزهار فريدة من نوعها، وفترة ازدهارها طويلة وسهلة الصيانة. وسنذكر الآن بعض الأصناف لنبات الفريبيون المتواجد في أوطاننا العربية والإسلامية. أولا الفريبيون الأرضي، وهو يتواجد في الوطن العربي المتوسطية والقوقاز وكل مناطق أوروبا. الفريبيون الأشعر في مناطق الوطن العربي المتوسطية والقوقاز وجنوب أوروبا. الفريبيون الأنبوبي يتواجد في بلاد الشام. والفريبيون بي بلوس يتواجد في مناطق الوطن العربي المتوسطية والقوقاز وكل مناطق أوروبا. والفريبيون البقدونسي يتواجد في بلاد الشام والبلقان وإيطاليا. والفريبيون البيروتي يتواجد في
بلاد الشام وغيرها من الأصناف المتنوعة والكثيرة والتي لا يسعنا ذكرها الآن. وكتذكير تشكل زهرة هذا النبات بقعا كثيفة في الأراضي العشبية المضطربة والمنحدرات الساحلية والكثبان الرملية والمستنقعات المالحة والمناطق الشاطئية وغابات البلوط، على الرغم من أن زهرة هذا النبات قد تم إدخالها مؤخرا إلى كاليفورنيا ولم يتم توزيعها على نطاق واسع، إلا أن لديها القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة جدا. وهذا النبات ذات كبسولة مزهرة تتميز بأسلوب تكاثرها، حيث توجد البويضات في المبايض وبعد إخصاب مزدوج بواسطة حبوب اللقاح الذكرية فإنها تشكل ثمارا ثم بذورا. الأجزاء المعقمة من الزهرة والبتلات والسوبان متنوعة للغاية واتخذت العديد من الأشكال والألوان أثناء التطور. وهذا النبات يعرف الأكثر شيوعا في التربة الجيرية والرملية الساحلية التي تفتقر إلى المغذيات، وهي أيضا قادرة على الانتشار في التربة الداخلية الخصبة والأراضي الرطبة سريعة الزوال والمنخفضات الملاحية. تتعزز الغزو في المناطق الطبيعية بشكل كبير من خلال اضطرابات مثل الرعي والحرائق وحركة التربة، وبمجرد خروج هذا النبات يكون قادرا على غزو الغطاء النباتي الغير المضطرب نسبيا، ويمكنه أن يقلل من إنبات الأنواع النباتية الأخرى ويشكل غابة كثيفة ويتنافس الأنواع النباتات المحلية. لديه نمو سريع وإنتاج غزير للبذور في الموسم الأول، يمكن أن تنمو بشكل جيد أو تتكيف مع الظل وظروف الإضاءة العالية وتتحمل التشبع بالمياه والجفاف، وهو قادر على أن ينبت في أي وقت من السنة إذا كان هناك أمطار كافية. وتمتلك النباتات الناضجة نظاما جذريا عميقا وقادر على الإنبات بسهولة عند القطع أو الرعي أو الحرق. وهذا النبات معمر ويزدهر في الخريف، ويرتفع النبات إلى 1 متر وقطر التاج من 20 إلى 400 سنتيمتر، ولون الزهرة أصفر أو أخضر ولون الورقة أخضر. والذين يغرسونه في حدائقهم يجب تسميده مرة في الشهر خلال فترات النمو والإزهار، ويجب تقليم الأوراق والزهور الدابلة، وينبت ببدر البذور. وقبل الختام أريد أن أسألكم، هل توجد هذه النبتة في بلدتكم وما تسمونها بلهجتكم؟ وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.